هيحصل ايه يعني؟ زدت شوية كيلوهات؟ عادي جدا، انا مش قلقان. واحد من كل 5 اشخاص في مصر عدى مرحلة السمنة. بابا عادي، اقدر العب مع ولادي والحياة حلوة. وزني زاد شوية كمان يعني، بس عادي انا مش قلقان. الاكل والشرب الغير صحي وعدم ممارسة الرياضة بيكون ليه تأثير سلبي كبير على وزنك وعلى صحتك. أكتر من 70% من أسباب الوفاة بتكون بسبب السكر والضغط، وكل دول السمنة بتكون سبب رئيسي فيهم. أنا مش قلقان، عادي أنا أقدر أرجع لوزني الطبيعي بسهولة. بابا دلوقتي أنا قلقان. الطريق طويل وصعب ترجعه بسرعة لوحدك، بس المرة دي فعلاً عادي، ما تقلقش، لأن الطريق هترجعه بسهولة وبسرعة مع مركز سرحان أوبستي كلينك، واللي هيوفر لك كل حاجة، الاحترافية والدقة من أول الاستقبال والكشف والحد رعاية ما بعد العملية. وده لأن دكتور محمد ضياء سرحان زميل كلية الجراحين الملكية بلندن وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، واللي قام بأكتر من 12,000 عملية ناجحة، هو اللي هيعمل لك العملية بنفسه. سرحان أوبستي كلينك، غوسلين فور لايف.